اليوم كان قلب الجسم الطالبي في جامعات لبنان ينبض غزة، حيث استجاب الطلاب للدعوة إلى ملاقات الحركة الطالبية العالمية لدعم فلسطين. ومن قلب الجامعة الأمريكية في بيروت هكذا كان المشهد. فضحت الحناجر دعما للقضية الفلسطينية ولدعم الفلسطينيين في غزة وباللغتين العربية والإنجليزية، كما رفعت اللافتات التي كتبت باللغتين. الطلاب أكدوا الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعوا لمقاطعة كل من يدعم العدو الإسرائيلي كيفما كان الدعم. نكرر مطالبتنا العاجلة بوقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على أهلنا. نثني على الانتفاضة الطلابية في جميع أنحاء العالم وننضم إليها كأصحاب القضية، ننضم إليها ونرفع دعوتهم للتحرير الكامل لفلسطين من البحر إلى النهر. في الشمال التحق طلاب جامعة الكرامة وشباب الكرامة بالحراك الطالبي، ونظمت وقفة تضامنية في حرم جامعة المدينة بمشاركة الفصائل الفلسطينية وفعاليات. إلى جامعة بيروت العربية اختار الطلاب أن تكون الوقفة دعما معنويا وماديا من خلال صندوق دعم طوفان الطلاب. الطلاب رفعوا اللافتات والأعلام اللبنانية والفلسطينية، وكان التحرك على وقع الأناشيد الثورية. لبيك يا غزة بروح الطالب المثقف الذي يأبى الرضوخ والاستسلام، بل يقف على جراح الأمم فيضمدها طبيبا. هذه القضية تشرفكم، هذه القضية إذا كنتم تحبون لبنان فأنتم تدافعون من خلالها عن لبنان، لأن هذا العدو الغاشم عندما ينتهي من غزة، وبإذن الله لن ينتهي من غزة، بل غزة هي مقتلته ومقبرته، إن انتهى منها لا قدر الله فإنه لن يرحمكم في لبنان، ولن يفرق في لبنان بين مسلم وآخر، وبين مسلم ومسيحي، وبين لبناني وآخر. ومن وحي المناسبة كانت هذه المشاركة. دوليا يحموكم بالفيتو، ذوقوا من أرض نيران عذاب أسكابايا، دموع العين أسكابا. خارطة التحرك شملت أيضا جامعات اللبنانية الأمريكية والجامعة اللبنانية الدولية والمعارف وغيرها. ثوار أحرار حنكمل المشوار.